هي امرأة فرعون التي تلقت النبي موسى من اليم وآمنت به وأسندت رضاعته لأمه، عاشت في أعظم القصور في ذلك الزمن يخدمها العديد من الجواري والعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج خالدات في التاريخ. ذكرنا في حلقات سابقة عن صحابيات، ولكن اليوم سنخرج عن إطار الصحابيات الجليلات رضي الله عنهم أجمعين، ونذهب إلى امرأة عاشت في زمن فرعون هذه الأمة، وعاشت في زمن كان فيه موسى عليه السلام، وفي زمن مر عليه قرابة 4000 سنة أو 5000 سنة. نذكر في هذه الحلقة بإذن الله آسية بنت مزاحم ابنة الوليد ملك مصر. آسية بنت مزاحم رضي الله عنه وارضاها، الوليد ملك مصر، مزاحم ابن الوليد، هذا الملك الذي كان يحكم مصر بعد أن مات وتولى مصر فرعون هذه الأمة. وفرعون قد طغى وتجبر، وهذه المرأة كان قد خلدها التاريخ لما يعني وجدت من الإسلام مع دخولها مسلمة في دين موسى عليه السلام، وكانت من النساء التي طلبت الله عز وجل ودعت الله فاستجاب لها الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبر عن كثير من الصحابة أنهم مستجابين الدعوة، ولكن هذه المرأة أيضا هي مستجابة الدعوة، حيث أن قرآنا نزل بها وامرأة فرعون، وكيف كانت عايشة مع فرعون وكانت ذات جاه وذات خدم وذات يعني سلطة، وكانت يعني امرأة ذات جمال وذات عقل راشد. وإذا بيوم من الأيام لما كان فرعون قال في ذلك اليوم يقتل كل صبي يولد في مصر، وإذا بأم موسى عليه السلام تضعه في التابوت ثم تلقيه في اليم، فيأخذه اليم، يأخذه البحر إلى بيت فرعون، فتأتي النسوة والجواري فيلقطن ذلك التابوت فيأتين به إلى آسيا بنت مزاحم. فلما رأت موسى ورق قلبها إلى ذلك الصبي، ثم أتى فرعون وقال اقتلوه، قالت يا فرعون لا تقتله ودعه يكون لنا يعني ولدا، ويكون لنا وكما ورد في القرآن ويكون لنا يعني ابنا. فرضي، قال هو ابن لك وليس لي. فربته آسيا بنت مزاحم. فلما كبر موسى وأتاه الناموس وأتته الرسالة ونزل عليه جبريل وقد كلم الله وموسى كليم الله، وقد دخل كثير من الناس مع موسى في دينه ومنهم آسيا بنت مزاحم، فلما علم فرعون وإذا به يأتي بها ويعذبها، وكان عذابه شديدا عليها، وقالت فرفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم ابن لي عندك بيتا في الجنة، فالله عز وجل بنى لها بيتا في الجنة وقصرا في الجنة بدعوة هذه المرأة الصالحة العابدة التي أسلمت مع موسى ودخلت في دين موسى وكانت ندا لفرعون، ولم يعني تخف من فرعون. ولذلك ذكرت في السير وذكرت في القرآن امرأة فرعون. أيها الأحبة الكرام، في هذه الحلقة نقف مع امرأة صالحة تركت بصمة في تاريخ الدين، في تاريخ المسلمين، بل كانت مثلا يحتذى به في صبرها وتضحيتها وثباتها على دين ربها. في هذا اليوم نقف مع الامرأة الصالحة وهي آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون أطغى أهل الأرض. هذه المرأة كان زوجها فرعون، وكانت امرأة تسكن
في قصر عال وعندها الخدم والحشم وقد حيزت لها الدنيا. هذه المرأة أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون جزءاً ممن يعتني بنبي الله موسى عليه السلام. فكما تعلمون أن موسى عليه السلام عندما خافت عليه أمه من بطش فرعون قال الله سبحانه وتعالى موحياً لها وحي إلهام: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فعندما ألقت ولدها في اليم، يعني في نهر النيل، هذا الصندوق وهذا التابوت التقطه حاشية فرعون وفتحته آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون وأخذت منه ذلك الطفل الذي كان يشع نورا إنه موسى عليه السلام، أخذته وقالت لفرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام أن يتربى بحضن أمه وبقصر فرعون وبرعاية آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها. آسيا آمنت بالله جل وعلا، وذكر الله سبحانه وتعالى من شأنها، قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون عندما آمنت حبسها فرعون وأراد أن يضيق عليها، ولكنها ثبتت على دين الله سبحانه وتعالى. فما الذي حصل عندما رأى منها الإصرار والثبات على دين الله؟ أمر بأن يوضع هنالك أوتاد في الصحراء، أربع أوتاد، ثم تربط من أطرافها الأربع، ثم جوعت ثلاثة أيام ولكنها صبرت وثبتت. أراد فرعون قتلها بأن تلقى صخرة عظيمة من مكان مرتفع عليها، فدعت بدعاء لم يسبقها أحد في هذا الدعاء، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت الجار قبل الدار: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. فما إن دعت بهذا الدعاء حتى كشفت الحجب ورأت بيتها في الجنة، فتبسمت فقال جند فرعون: قد أصابها الجنون. فسقطت عليها الصخرة وماتت. إنها آسيا بنت مزاحم السيدة الأولى، تركت القصر والخدم والحشم وضحت بكل شيء من أجل دينها. يقول عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا زوجة فرعون ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رحم الله آسيا، وكيف كانت لها مكانة عظيمة، وبعد أن هي من ربت موسى، وهي من جعلت أم موسى تدخل في ذلك القصر وترضعه وتقوم على رعايته، ولذلك خلدها التاريخ وذكر اسمها في السير حتى وصل إلينا في هذا الزمان. وقال عنها ابن كثير في البداية والنهاية إن من يعني وجد هذه المرأة وجد في هذه المرأة حرصها على موسى لما كان صغيرا، وهي من حافظت عليه حتى كبر وبعثت له الرسالة عن طريق جبريل. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة بإذن الله، ثم نواصل في حلقات قادمة مع نساء وصحابيات وخالدات في التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.